فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما أفضل شرح لكتاب العمدة، وما أفضل كتاب خاص بخصائص الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في كتاب الخصائص أظنه للسيوطي، خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أعرفه، فيه غيره لكن ما يحضرني الآن. وأما أفضل كتاب في شرح العمدة أنا لا أدري، ما أحطنا بالشروح ولا أدري، لكن هذا الشرح الذي بين أيدينا هذا لو تم فهذا عندي أنه من أحسن الشروح، كما ستجدونه إن شاء الله في أثناء قراءته. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.